فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر الاستثمار يعد نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وخلال لقائه المفوض الأوروبي للتجارة أشاد مدبولي بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر والتكتل الأوروبي، مؤكدا أهمية زيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. كما ثمن مدبولي الخطوة المهمة والمتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة 1 مليار يورو، معربا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو. من جانبه أكد مفوض التجارة الأوروبي أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.